هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. خلينا نبلش من يم الحبريات. هذا الفحل مالتنا القديم اللي بيت اللي بيقولوا له ابو بلد السباق. شوفوا هذا ابو البرايكن، انا اسميه. هذا كان يهوش ويجي اول ما تجي من الحبريات الاولانيه، فحتى اعرفه يا هو هذا الفحل مزاوج، فخليت البرايكن بوقته ويروح يصعد يختفي بالسماء ويجي اخر شيء. يعني حكايته حكاية. كوما طيور بالبرج بالحلال ما تطلع، تظل خاتلة. يا بطلعي ما تطلع. شوف لازم باب باب الدب. هم طلعن ورانا مغيار، الدنيا محترقة. مغلبها الطواير، احنا نريد نخفف الطواير هسه. طبعا قطع طار، يمكن قطع طار سيرجع يحط ويريد نطيرها كلها. يعني كل ما اطير شباب يعني هواي طيور تبقى، هواي طيور تبقى بالبرج. وهسه شد ما تطلع انت يفوتنك كم واحد. انا اغلبية الطوايا شباب نايمة على البيض، الاغلبية مو كلها. وسهم ما امك بعد ما ادري. شباب عيني، حطوا لنا لايك، حطوا لنا تعليقات، ترتيبات. تستعبر الستة، يعني الشمس عجيبة بس تعبر الستة. وحسن خلي يحطهم فين ثلاثة. بس حاطات عندنا هني خمسة هنا. الحمر طارت منه. شو مرت الكارت انا معقولة؟ الحمر طارت. هاي الفحلة طارت الحمر، شوفوه منه. شو مرت الكارت انا والله. هاي شباب، هاي هسه شور طايرة، هاي تور غريبة. هذا الهندي فيق طير. يلا فيق. شوفوا هذا قطع مال التور، هذا قطع الثاني، وهاي الحمر ربطت وياها. عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة ما طائرات، وأكو بعد عشرة خمسة عشر دوس بالإحلال. تمام، البقية طارة. يا
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حبري شفت صار طلع قبل هسه احنا اكو اثنين ما خاف طاط طيورنا فوق طيورنا 100 3 هاي ويا الحمر. شوف هذا واحد ويا الحمر وهذا الاخ فوقه. هاي الرمانية مال صاحبنا بحي الجهاد هذا الطير وهذا له تخفيف قوي. كيف مع داهية؟ أنا شوية دالي عليها شباب هاي الفترة. جمال شباب والله العظيم مطياري ونس وحلوات تندق بيها 5 و6 مدى يطيرن لاني بيها نفسه لاني 3 فوق كلن جلداتنا تمام جلداتنا 3 4 فوق ما طيرات جلداتنا مخرطات لاني بيها 2 3 ما طيرات جوز يطلع بيهن طير ما مخرج جوز طير داية بيهن على غار فمو مشكلة من 150 يطلع لك 2 3 مطيرات مو مشكلة. نطير الرافد نصعد نحبس الحمر ونطير الكمرليات نخفف الكمرليات اليوم شوية. هذا الانتهاض شباب عيني يحطونا لايكات شباب اللي ما مشترك او اللي ما يقدر يسوي لايك خلي يسوي له اي حساب مال يوتيوب هو حساب جيميل ما شغله دقيقتين ويقدر بعد يتفرج ويخلي لايك. واللي باوع بل ما يفتح المقطع هاي مو خوش تعلوم طب افتح المقطع حتى تنحسب مشاهدة وخلي لايك وتونس. الكرسي خبر عين عندنا الزبير طاير بس بعد الصور الزبير طاير خلي حتى طير هذا ابتر مو مالتنا. خلي نفتح الارافل شباب ثواني بس خلي احطن هاي الحمر خلي نصعد لي فوق حتى امنح بس الحمر. هاي طايرة هي تشوفوها ما ادري ايش طايرها ما اعرف شباب هاي الحمور هذا شات يا هذا مشطل من الصفحة شوفوا هذا مشطل شاد او كبير ما اعرف بس مشطل من الصفحة 3 بـ3 رجع خبر بالطيور اتصور دفن بالطيور
لان هسه دا باوع على الطيور جوا دا اصور انا ما ادري باوع شفت حتى النص الحمر شو شفت وكان ثلاث حمر من مالاتنا طائرات كان هذا اشوفه وياهم مشطر من الصفحه ما عندنا طيار مشطر من الصفحه والتاتي بتقول الحمر يا ليش ما مصور يا بابا صور لكم يا الحمار دائما اصور شلون ما مصور دائما اصور لكم يا الحمور مقاطع فيديو هاي بس قلت لكم شباب يعني الاجواء هنا مو منصفة يعني حر مو طبيعي يعني شوية صعبة فهل اللي اقدر عليه ان شاء الله ما مقصر وياكم خلينا نشوف هذا يحوط ما يحوط نياشين سعيدة بدرينج وزوجة سلكم مرليات والشعل معزولات شوية ضرب داير سوى شيء هو أنا وط هذا الغريب هذاك فوق واحد لكن عفن له فوق شوفوا هذا لا والله مو هذا مو هذا جوز دافن لعد بالطيور جوز دافن شباب جوز طالع وما ادري بروحاني بس شفته والله ما ادري والله العشو قمت ما اشوفه شباب الطيور شنو السالفه؟ هسه صارت لك وين؟ ها هذا هذا جانا جاته شطر من الصفحه ثلاث ريش صور شاد هسه مني احط يبين يمكم شباب مني احط يبين يمكم هسه لحد هسه ما حط وطا هسه ويا ذني الخمسة هي هاي الحطة السخيفة اما ما حط ويا ذني هذول طير جيراننا تعال حطن تعال حطن هذا يا تشوف هذا الجن هذا مشطل من الصفحة بس من صفحة واحدة ثلاث ريش يمكن حط ويا ذني شوف والله حط ويا ذني شباب وين العصا خلي حطها المقية حتى نحبس هذه المرة وغندل عندنا اثنين اربعة ستة سبعة ثمانية ريال يعني خمس حمر ونياشين ثلاثة ما حط وين هذا هو حط هنا ويان يعني شباب اتصور شاد خليك خلنا نفتهم شنو الدرس هذا هيا شوفوا هذا 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 هيا فاتح حلقة من تجي هذا بس ايش يخط انا لن هم ما ينطن مجال مشكلة
هذا شباب بالبدع شوفوا هياته هذا بالشكل شطر النصف بس اللي خلصان اسمه البرج هذا شوفوا شباب حلو والله خوش طير بس الا خلصانه روحه شباب طيرت الحبريات بعد مره هم طارن ذن لا اله الا الله هذا الدبسي الثاني ياته شوفوه افتح اشكاله فتحت اشكاله مو معناها اطير لا خلي هسه بس يحطها يعني يا تهايتو بس يحطين خنطير هذا الدبسي طار وضع هاي قلب داير يا طب الطيور حلو جنحة شباب كلش حلو جنحة هذا هو جو الطيور شوفوا هذا خرطة الله وهذا الهندي الثاني هذا الهندي الثاني ما اعرف شو يوم زين يوم مو زين هذا وين حاط له بعد ويا الطائرات يمكن بعد ويا الطائرات اقول له اروح فوق والله ماكو ويا الطائرات لان يبين هو اسود شوف دار فيلي الله شلون سجن حتيت هذا جذاك حط فوق ذاك وينه مو هذا اول مطيار له شباب اول مطيار له يعني فتحت اشكاله لان دا كل ما اطير الطيور اشيلها على صفحة كل ما اطير الطيور اشيلها على صفحة فشيلته طلعته منه انا راح انسافد يوم بالخانه ففتحت اشكاله هذه طير شوف جيراننا مطيرنا بس يعني من انا فاتح مخباط بهن شباب يدير يخبط خلي يخبط بالعافيه الطيور هاي بعد ما عليها شيء يعني هنا أنا مربعنا ما عليها شيء نقدر نطيرها ونتخابط فيها على حسب الاصول يعني هو جزء اللي يخوفه ان الفحلين الجدد انها تبسيها وحتى هذا اللي يروح ويجي ما يخوف هذا بس الثاني الجديد اللي فتح له اشكال اليوم جزء يخوف هسه شباب عيني نفتح الأرافل بس خلي حطنا التوب حطونا انتو لايكات رتبونا الامور شوفوا هذا الدبسي واحد هذا اللي هسه فتحنا اشكاله عياته شوي تعب صار له فتره قاعد لين والثاني كان قريب ان يديكم يطير بس من هالجهه كان يطير من هالجهه من هنا هسه يجوز يجي خبط بعد ما اجي خبط وينه هسه شفته هنا عياته هذا مثل المطي يشوف الطيور تنزل تحط يقوم يجي يتقرب على البيت نفتح البيبان هم يطبن بعد ما عندنا شيء شباب هاي التارة اللي لزمناها قبل مقطعين ما اعرف ثلاثة عجبتني ظلت تهوي جواها رايحة جاية عندي فحل هنا من طيورنا تيادي راح اشيله اترك عادي عندي من الخانة
اريد اكثر بالطبقات العراق عتيدي نشوف شوين نوصل وياها. هاي حطت هسه راح اطير القرافه الشباب. تمام هذا الهندي هي دفن بالطيور. تلزم الكحلي معاني حتى لا يضايقنا. هاي لعابتنا هذا الكحلي دهن سيد يعني ماكو شيء ريش. تفضل يعني والله ايش عندك هنا؟ مو مشكلة شو ما غيبي حاط هاي اثنين حطن طيرنا احنا نحن هم عندنا حاطات خرافل عسلي شوية شيل روحك. هذا البصراوي لازمين طيرة زاجلة شباب هاني. يلا البصراوي شوية سوينا واهس لازمين طيرة زاجلة قبل فترة مثل اللي لك راح البصراوي والله. الارتالية الثولة تجي تحط على هذا الولد صاحبنا ابو التور. البصراوي ايش راح يجيبك يا ولد؟ راح يوصلك. انا بالعسل هذا يحطه هنا انا جد شوي الاخوه يجي والله مو هاي طائرات شباب الارافل كلها شوفوها عاد اثنين ما خابطات خبط واحد وهاي ثاني هسه راح يخبطوا وياها. هاي بنت السؤال هي هاي القبيله بنت القبيله طيرين الولد صاحبها عادي حرية شباب. تلكم بهن هن وحدة اثنين او مو وحدة والله مو اثنين وحدة بس شوية شغلتها عاوية. العسل بعده جاي يستكشف بعده جنحه ما كامل يعني من حقه. هذا تار رجع عالي هذا احتمال من مالاتنا. لا لا مو هاي شباب الزاجله اللي لكم عليها هاي شوفوها هاي اريد اجيب لها شاملي بس وجه نطلع ندبها نشوف شو نطلع من عندها. شو عجبتني ما ادري ليش تذكرتها قبل كم يوم. شوفوا شباب راح تخبط لرافل ويا التور مال جيراننا خبطت خبطها والله. هاي هاي شوفوا هاي اللي ما دشت حيلها يا ترى هاي حلوه انتو خوش طيره. شوفوا خرطه الارافل.
والله جابت من يمه تار تارين واحمر. شوف جابت شوف هذا التار جابت من يمه. هذا التار لزم عمار صاحبنا وطير لهم اياه قبل فتره مقطع من المقاطع لزمه صاده ورا كيتي ساعه يمكن ما اعرف يوم شال لهم طيارهم قال ما اريده. العسل ايش عنده هنا؟ تعبان من شنو؟ من الوقفه تعبان؟ من شنو تعبان؟ شوف طلع على الدار بس الارافل هم قويات والله شباب قويات وابطال. هذا العسل يقضاها من بيت البيت. هسه اللي بصفك اذا يخبط الارافل ويجي تمرص من يمه ما يقتنع شباب صراحه. يقولك شنو السالفه؟ شو وقت جلدت هاي؟ هذا الارفل يزعج ومحطاطه كبار عينه كبرى وين يروح؟ حتى اذا يجي يريد يحط عليك بس يعبرك شوي يجي يحط هنا. بس عندنا هاي انت تحط يم خالد هي مال خالد شباب يعني. فشرعا حلال. غير ما تراجعت له. يا بذا سوينا وتحطن جوا. ويلي والله شوف شباب بده يضربن داير خليها وخر ما له علاقه. انا حسيت ان يعني افتهمن الدرس من ما اريدين يحطن فوق حسيت ان شلون بده يحاولن يحطن جوا بعد ما ضابطاتها 100% لان يعني حطه فوق اسهل. بس شباب بده يضربن داير بصوره باو عليه على بالك يكون يحطن جوا. يعني هي الطيور حست بالموضوع. انا هذا الاثور هسه حاطين انا لو بس طافر حاطه هناك كان كله حطت جوا. امشي نص الغد هذا يا هو هذا اي هاي مال خالد. طار العسلي وطارت هي هاي همين. هذا شنو هذا التار شباب؟ هذا الا كان بالسمه الا كان بالسمه هذا الطير. نزل اللي خبط ويا طيور صاحبنا. خوش مكان. شوف شوف والله حلوه والله سوونها والله سوونها كل زين كل الزين. ها شباب شنو رايكم؟ 2 4 6 8 10 12 13 مضبوطات. عين هذا الفحل خلنا نطير له هذا التار. خلنا نطير له ثواني. طيرت هذا قاطع هاي حاط بس ما اجي خبط ما اقتنع بالموضوع. يعني شباب وصلنا لنهاية المقطع ان شاء الله تونستوا. ان شاء الله نلتقي مقطع جديد. تحياتي لكم جميعا.